جيبوتي ايا كود دالي ساسدي اي دورا شوين كسومالي لان اغو سامين لهايد فرقلين ايضا وصول احمر اي ساقار كميدا قنع ستادا واوين اي سومالي لان حرير كاي اسماعيل عمر قيلي اي مدحوين بيحي ايا حماضي ساند كان بيلوغي سيمركي اي سومالي لان لقا شاي هشيس سافقارات دولد اي توبيا انتاسي وحي كدن بيسينا وحا اي جيبوتي كوهاولان اي تلابوين دبلوماسي ديدو كردنا نبت قليادا اي جيريتان كجمهورية دا سومالي لان هدبا فرقلين انتهي الليغ ايه كوي ايلان كارتا جيبوتي دورا شوين كسومالي لان واكويسة قان عصادة دا قرشاها كان فولين كرا وربحين تيه ننه ايه نكو فلاقينينا صدح ايه طبان كان نوفينبر سومالي لان دورا شو ايه لو دريري وحانا هاتن كردي من مدلوريا لباتن عشا دورا شوين كسومالي لان كدعا ايه هاتن اسكوسيد كان ايه نقونا ايه دمان با كوي هوري كدعي كيري كوا كدوين ما داما او جيسك اي حيصات سياسة ديو دي مد بلوماسية ديت كتاقن تحي و سومالي لانه اي كتاهاي قيب تانينوا سببتا ولاعا ابو رايسا ان دورا شوين كسومالي لان اي ودامدا ديريسك اي اسكو ديان اني فرقلين كو سمييان سومالي اي جبوتي اي سيوين ايش اللوغو هيا وحينا دانين ايان اني داقراغي كفوليان مقالة ده هرقيسا اي ميلاها لولان كحوغاني او كو دحمرا ايو سياسيين تسومالي لان تم قرادية ضيّة النظام كنبت قليّة الله يسكو دوران أيو إياي سومالي لان كسو عانا ما شاي صدح يصدون كيسا ندودي وقدن بيسي أيا وضمدا ديريس كاكوا علامة سؤالة ما داما وانا يدور شاسدا او ضاح فراني كدعين وانا سبب كريو أبو رايسا عدو تنموه إيا فرقلين إنا كسميان دور شوين كسومالي لان دولد جبوتي أيا هوري عدادي سوغو صار تيقار كميدا قنع ستادا سومالي لان إنا يدقاليكو بحيان مقالد الله سعانو سي أي ديبو قد سنتو هاتا نوارر سيوين لاي سولا دحمرا يوبل سيولي آن ديبه دوصو بيحين ايا شيغا اياه اينا يقار كمي دا قان عصا تادا سومالي لان او تلمان تاي سياسيين تي اي تاقيري لهايين ايادا او سيوين لوغو بيرا يو حسبيغا اسبدل دون كاه وداني ايا حلبان هوري سعيد علمي روب لوحا او داها كرهوغي ان قان عصا دي محمد او سعيد وكو بيراي حسبيغا سي اساقا او ديسا يا مشرح مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ganacsadahan oo kasoo jeeda deegaanka madaxweyne Biixi ayaa 2017kii waxa uu dhisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inkastoo aanu ganacsadahan shaacin cadeyn rasmi ah lahaynin oo sheegaysa inuu xisbiga wadani dhisayo 2024 ayaa boqor Ismaan oo Maxamuud Burmadowna waxa uu ka sheegay go'aamadii ciilif weyn markii lagu dhawaaqay in ganacsatada beesha madaxweyne Biixina ay dhisayso Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro tanina waa mid kale oo ganacsadahan si weyn loogu tuhunsan yahay inuu ka aagbedeshay xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye damaca Jabuuti ee faragelinta doorashada Soomaaliland iyo wararka haasaas koodu soo baxay oo sheegaya in Maxamed uu Siciid uu dhisayo xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ah kuwa is arooraya inkastoo aan lahaynin cadeyn rasmi ah oo uu ganacsadahani ku sheegay inuu ku biirayo asxaabta Soomaaliland mid ka mid ah hantiilayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa gacan saar hoose ka dhaxaya Soomaaliland waxana ay haatan noqdeen go'aamiyeyaasha guushe siyaasiga ay taageeraan ayaana noqda madaxweynaha Soomaaliland iyagoo heshiisyo kala duwan oo ay danaynayaan la sii gala waxa jirta ganacsato kale oo maal gelinaya mucaaradka iyo muxaafidkaba kuwaasi oo aynu ku soo bandhigi doono warbixineen soo aadan.